دكتورة داليا فريد، استشاري أمراض النساء والتوليد. هدي كلمة صغيرة كده هوت بين قوسين لكل زملائنا الأطباء اللي متخصصين في أمراض النساء والتوليد، اللي ممكن يكونوا في بدايتهم وهما زملاء، وأكيد في يوم من الأيام هيبقوا أطباء كبار زي ما احنا شفنا أساتذتنا والأطباء الكبار اللي اتعلمنا منهم كتير قوي. When it is mandatory to do cesarean section، إمتى يبقى لازم أعمل قيصرية وما طوعش برضو عقلية الأم أو الأم الحامل اللي هي لسه بتقول طب ما تحاول معايا طبيعي، طب ليه مش طبيعي، وما جازفش وما خدش المخاطرة إن أنا أقول لأ طب ما نجرب معاها طبيعي. لأ، إمتى أخد القرار خلاص أنا لازم أفتح قيصرية دلوقتي حالا. الولادة القيصرية فيها حاجات مهمة جدا بتتاخد قبل، أو نقط مهمة جدا لازم نتبعها قبل ما ناخد هذا القرار. أول حاجة، صحة الجنين كويسة؟ هل صحة الأم تسمح بالولادة الطبيعية ولا لازم أخد قرار قيصرية؟ هل أنا لو استنيت على الأم دي طبيعيا الجنين هيتأثر ولا لأ، أو الأم تتأثر ولا لأ؟ دي حاجات مهمة لازم أفكر فيها. Never think about normal vagina delivery when you have antepartum hemorrhage. اوعى تفكر أبدا إن أنا أقول إيه ده، ده في نزيف، في دم نازل على الأم، بسرعة أجري أولدها طبيعي. لأ طبعا، take the decision ولازم على طول نفتح قيصرية حالا. Anhydramnios اللي هو يعني مفيش مية خالص حوالين الجنين، لا ساعتها لازم اشوف اقرر البيبي ده الهيلث بتاعه كويس ولا لا، الويل بينج كويس ولا لا. ساعتها مفيش داعي ان انا اخاطر بوجود الجنين داخل بطن الام بهذه الصوره، ولازم افتح قيصريه. كفالو بلفيك ديسبروبورشن، ما ينفعش مطلقا ان انا ابقى عارفه ان حوض العظم بتاع الام ضيق واخاطر براس جنين كبيره واقول لا ما يجراش حاجه، ممكن تنزل بفورسبس اللي هو يعني ما بقاش نستخدمه خالص، او بالشفاط اللي هو كنا بنستخدمه زمان، او الكيوي دلوقتي وي دو يوز ات بس ان سيرتين كيسز. طبعا برضو لازم ما ناخدش قرار الولاده الطبيعيه لما الاقي ان هم عندها ميديكال هيلث مثلا في الهارت، عندها كارديك بروبلمز، او عندها بروبلمز في اي ميديكال ايشوز ممكن تعمل لها ديتيريوريشن او تافكت الميديكال هيلث بتاعتها في سبيل ان انا اولدها طبيعي. لا، وي هاف تو ادفايس كونسلنج كويس جدا، ده اهم حاجه، ان انت ازاي تشرح للام وجوزها واهلها كويس جدا وضع الام دوت علشان اقدر اولدها قيصريه بصوره هي تكون كويسه، والبيبي كمان يكون كويس، وكلنا نكون سعداء بالنتيجه اللي هنطلع بيها. لازم تعرف امتى هتاخد قرار القيصريه بدون تردد، والقرار لازم يكون صارم وحازم بدون اي تردد سواء مع الام او الزوج او الاهل، عشان ده قرار مصيري لحياتها وحياه الجنين. اشكرك.